النفخ في الصور من أحداث يوم القيامة وأهواله المرعبة التي ذكرها القرآن الكريم في مواضع مختلفة، هو مرحلة من مراحل الدار الآخرة أخبر القرآن عنها. وعندما ننظر في القرآن الكريم في موضوع النفخ في الصور وكيف تحدث القرآن وصور هذه المشاهد، سنجد أن النفخ في الصور ورد في القرآن الكريم في 10 مواضع. والعجيب عندما تنظر في هذه المواضع التي تحدثت عن النفخ في الصور تجد الفعل الماضي أو المضارع مبنيا لما لم يسم فاعله أو ما نسميه مبنيا للمجهول. ومعلوم أن إسرافيل عليه السلام هو الملك الموكل بالنفخ في الصور، ولكن القرآن لم يذكر اسمه، فبنيت صيغة الفعل لما لم يسم فاعله، ونفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور إلى آخر ذلك. وهذا البناء لما لم يسم فاعله يساعد في عملية التصوير القرآني كما يقول علماء البلاغة، لتذهب النفس به كل مذهب. فالإنسان يتخيل لحظة النفخ في الصور، هذه اللحظة الرهيبة التي يتبدل فيها الكون بأسره، فتكون الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات. سبحان الله العظيم. هي 10 مواضع، إذا أردنا أن نحصيها ونتتبعها سنجد أن الموضع الأول جاء في سورة الأنعام في قوله تعالى: وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. الموضع الثاني جاء في سورة الكهف قوله تعالى: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، يا رب سلم سلم. والموضع الثالث جاء في سورة طه قوله تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. انظر وتأمل، الأفعال كلها مبنية لما لم يسمى فاعله. الموضع الرابع جاء في سورة المؤمنون قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الموضع الرابع في سورة النمل قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. الموضع السادس جاء في سورة ياسين قوله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الموضع السابع جاء في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يا رب سلم سلم. الموضع الثامن في سورة قاف ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. الموضع التاسع في سورة الحاقة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. الموضع العاشر والأخير في سورة النبأ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. هذه هي المواضع التي ذكر فيها النفخ في الصور. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الآمنين في ذلك اليوم، من الذين قال الله فيهم: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون.